السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبتي، اليوم سوف أقدم لكم مقبلات من المطاعم العراقية، أرجو أن تنال رضاكم. لدينا وصفات متعددة، نبدأ بالوصفة الأولى. بسم الله. نجهز وعاء على النار، نضع فيه ماء وملعقتين كبيرة من الزيت بالإضافة إلى ملعقة من الملح، وبعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الكركم، ثم ملعقة من الثوم المطحون، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، بالإضافة إلى القليل من بهارات الكاري، ونخلط الماء مع بقية التوابل جميعا، نتركه حتى يغلي، ثم نضع القليل من البصل المطحون، ثم نحركه مرة أخرى، نتركه حتى يغلي جيدا، ونجهز مقلاة نضع فيها زيت على النار، ثم نقوم بتقطيع 2 حبة بطاطا متوسطة إلى مكعبات ناعمة، ونبدأ بقليها جيدا. نضع البطاطا بالتدريج بعد أن يتم غسلها جيدا وتصفيتها من الماء، ثم نقوم بتقليبها بين الحين والآخر حتى تنضج تماما. وبعد أن تنضج البطاطا نقوم بتفريغها في وعاء، في هذه الأثناء يكون الماء قد بدأ بالغليان، نقوم بوضع المعكرونة فيه، مقدار 3 أكواب من المعكرونة، أي نوع أي صنف متوفر لديكم، ونستمر بتقليبه جيدا. ذلك في نفس المقلاة التي فرغناها من البطاطا نقوم بوضع 2.5 كوب من المارتديلا أو اللانشون المقطع ناعم، ويمكنكم استخدام أي نوع تحبونه، نستمر بتقليبه حتى ينضج تماما، ونعود مرة أخرى إلى المعكرونة التي تكون قد نضجت، نقوم بتقليبها جيدا، يجب أن لا تغلي على النار كثيرا، 10 دقائق فقط كافية جدا. يكون هذا شكلها، لأن زيادة الغليان سوف تتسبب بهرسها، نقوم بتصفيتها جيدا، لاحظوا كيف أصبحت الآن، ثم في وعاء كبير نقوم بوضع البطاطا المقلية، ونضيف لها اللانشون المقلي أيضا، بعد ذلك نقوم بوضع المعكرونة التي قمنا بتصفيتها جيدا من الماء، لاحظوا كيف تكون ساخنة جدا، نقوم بتقليبها. وللإضافات الجانبية نقوم بتقطيع حبة فلفل رومي واحدة بالإضافة إلى حبة بصل كبيرة، ونقوم بتقليبها جيدا في المقلاة بقليل من الزيت، وبعد أن يشقر لونه نقوم بتجهيز صلصة الطماطم، عبارة عن حبتين طماطم مهروسة مضاف لها القليل من الملح والفلفل الأسود، يمكنكم إضافة صلصة البيتزا، سأترك لكم طريقتها في صندوق الوصف. نقوم بوضع الصلصة على الفلفل والبصل ونقلبها قليلا على النار، يمكنكم إضافة أي نوع من التوابل التي تحبونها، كما يمكنكم إضافة زيت الزيتون أو الشطة. بعد أن تنضج قليلا نقوم بوضع ما يقارب ملعقتين من صلصة الكاتشب، أصبحت الصلصة جاهزة الآن، نقوم بوضعها على الخليط السابق، يكون طعمها رائع جدا جدا، هذا النوع من المقبلات رائعة جدا ولذيذة، نخلطها جيدا مع المكونات السابقة حتى تتغطى تماما، وها هي ذا أصبحت جاهزة لدينا الآن، مقبلات رائعة جدا، وهي تعتبر أيضا وجبة غذائية كاملة، نقوم بتفريغ القليل منها في طبق التقديم، لاحظوا كيف يصبح شكلها الرائع، بعد ذلك نقوم بإضافة القليل من النعناع المجفف، نرشه على السطح قليلا، ثم القليل من الكاتشب، ويمكنكم إضافة الخردل أو المايونيز حسب رغبتكم، بعدها القليل من البصل الأخضر المقطع ناعم، وتذهب إلى المعدة مباشرة، وصفة رائعة، أتمنى أن تجربوها جميعا. أما وصفتنا الثانية فهي معكرونة بالصوصج أو سباجيتي بالصوصج، يمكن تناولها ساخنة أو باردة، في كلتا الحالتين فهي لذيذة جدا. نبدأ بتجهيزها، نقوم بغلي ماء وملح على النار، ثم نقوم بإضافة القليل من الزيت، وبعد ذلك نبدأ بإضافة الكركم، يمكنكم إضافة الكمون أو أي نكهة ترغبون بها، نحركه قليلا، وبعد ذلك نقوم بتجهيز المعكرونة، يمكنكم اختيار التونسا أو أي صنف متوفر لديكم، تكسر المعكرونة بهذا الحجم، ونبدأ بوضعها في الماء، نحرك أعواد المعكرونة قليلا حتى لا تلتصق مع بعضها، وعندما تبدأ بالغليان وتنضج نقوم بتصفيتها جيدا، يجب أن لا تبقى في الماء المغلي كثيرا، ثم نقوم بتجهيز 2 كوب من الصوصج المقطع، نضع المعكرونة في وعاء كبير،
كما تلاحظون ما زالت ساخنة لكنها غير ملتصقة ببعضها بسبب الزيت. نقوم بوضع ثلث كوب من الكاتشب عليها، ثم نقوم بإضافة القليل من عصير الليمون، يفضل الليمون الطبيعي. بعد ذلك ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة كبيرة من النعناع المجفف، ثم القليل من الشطة، وأخيرا نقوم بإضافة الصوصج المقطع، ثم نبدأ بتقليب المكونات مع بعضها جيدا. يفضل دائما تجهيز المقبلات في المنزل فهي تكون صحية أكثر. والآن أصبحت جاهزة لدينا، توضع في طبق التقديم وتأكلونها بالعافية. بصراحة أفضل تناول المقبلات في المنزل فهي آمنة أكثر من المطاعم. الطعم رائع جدا وصحية ونظيفة. أرجو أن تكون وصفة المقبلات هذه أعجبتكم ونالت رضاكم. والآن نبدأ بتجهيز الوصفة الثالثة. السلطة الروسية نوع من أنواع المقبلات أو السلطات التي تشتهر بها المطاعم العراقية. سهل جدا وخفيف على المعدة. نبدأ بتجهيزه. نحتاج إلى 2 كوب بطاطا مقطعة ناعم، كوب من الجزر المقطع، وعلبة من البازلاء مغسولة ومصفات جيدا. نسلق البطاطا والجزر بالماء مع قليل من الملح، ثم نجهز كوب من المايونيز مخفف بالماء، نصف كوب من اللبن الزبادي والقليل من الملح. يمزج اللبن الزبادي مع المايونيز المخفف بالماء والقليل من الملح ثم عصير الليمون، ونحركها قليلا. بعد ذلك نجهز وعاء كبير نضع فيه البازلاء المغسولة ثم البطاطا المسلوقة والجزر المسلوق. نقلب المكونات مع بعضها، وبعدها نقوم بوضع الزبادي والمايونيز. تمزج المكونات وتوضع في علبة محكمة الغطاء في الثلاجة لحين التقديم، بعدها تقدم في أطباق مختلفة. وعليكم بالعافية. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة. أترككم في حفظ الله.